السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس الجديد. اليوم عندنا أسئلة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني سنة 2022. طيب، عندنا هاي القطع الخارجية أعزائي، لو نشوفها من ماخذيها ناخذيها منها. طبعا أحد الكتب الاستيعابية موجود عندي هذا الكتاب، على كل نقرأها. طبعا يقول هنا، طبعا أكو رسام راح بسرعة حتى ما نستهلك وقت، رسام راح لل منطقة من البلاد، راح عطلة وبقى مع مزارع، وكل يوم هو يعني يرسم، ياخذ هاي الفرش مالته ويرسم من الصباح لحد المساء، يرسم رسام. اوكي، الى ان يعني الدنيا تغيم، او عفوا يعني الصبح لليل، ويرجع للمزرعة ويعني ياكل العشاء مالته قبل ما ينام. في نهاية العطلة هو راح دا يدفع للمزارع، لكن المزارع قال له كلا، اي دونت وان، ما اريد فلوس، بات اعطيني وحدة من الصور مالتك. وات از ماني، ما قيمة المال، شنو هي الفلوس؟ باسبوع واحد راح يخلصن، لكن الرسومات مالتك راح تبقى هنا. الارتست الفنان كان كلش مسرور وشكر المزارع لقول هاي الكلمات واللي تتعلق باللوحات مالته، والمزارع ابتسم وقال مو مثل ما انت تظن، يعني عندي ابن هو بلندن، هو يريد يصبح فنان رسام، لكن هو راح يجي طبعا الشهر الجاي، راح اشوف صورتك. اوكي، ويعني اني ما اريد يكون من اشوف صورتك، ما اريد بعد يعني يصير، ما اريد يصير رسام على ما اعتقد، يعني ما راح يصير. اوكي، يعني قصيد اكو جانب بيها طبعا مضحك، هي جانب بيها فكاهي. بالاخير اكو عبارة يقول ان فاكت، في الحقيقة الرسام يولد ولا يصنع، يعني يريد يقول له بمعنى يعني اللوحات مالتك، شوف هذا الرسام اللي اجى، يريد يقول له لابنه، ويعني حتى ما يصير بعد، يعني هو ما يريد ابنه يصير رسام. على كل اسئله، وير ديد ذا ارتست سبند هوليداي، وين قضى الرسام الهوليداي مالته؟ هذا الجواب، بيوتيفول بارت اوف ذا كانتري، هذا الجواب هنا. شو سوى الفنان الرسام اثناء العطله؟ كان يسوي painted from morning to evening، كان يرسم من الصبح للمساء. When did the farmer متى المزارع سأل يعني العفوات، ماذا سأل المزارع في نهاية العطلة؟ سأل give me one of your pictures، أعطيني واحدة من الصور مالتك، هذا جوابها. طبعا لازم يصيغها الطالب. هل الفارمر أراد أن يعني أن يكون artist؟ No. No، راح نقول no he doesn't، no he doesn't. لماذا الفنان كان مسرور بهذا الطلب مال هذه اللي for saying these kinds of، لأن كان مسرور لأن كلماته كانت طيبة، هذا الجواب. أعطي عنوان، ممكن تقول the artist and the farmer، عادي. المهم عندنا القطع الاستيعابية، the writer reads the newspaper at the library to find out what happening in the world، الكاتب يقرأ الصحف في المكتبة لإيجاد ما يحصل في العالم. false، غلط. drivers mustn't speed because speeding، السائقون عليهم ألا يسرعوا لأن السرعة one of the leading causes of death on the road، لأنها واحدة من الأسباب الرئيسية للموت على الطرق. خلي نقطة بالأخير. المهم، what did the difficult part of the banker's job، ما هو أصعب شيء في عمل المصرفي؟ when he cannot always approve the loan، لأن هو إن عندما لا يستطيع دائما أن يصادق أو يوافق على إعطاء القرض. How did the paramedics know that Mustafa's mother was diabetic؟ كيف عرف المسعفون أن أم مصطفى مصابة بالسكري؟ Because they spotted her insulin user's identity card، لأنهم لمحوا أو شاهدوا هاي البطاقة الشخصية اللي هي هذه اللي مال الأنسولين. سميرة المحمود grow up، نمت وترعرعت، تتحدث العربية بالبيت لكن الإنجليزية في هذه، هاي شفاي فراغات في المدرسة. the pressure of life will، ضغط الحياة سوف، شي سوي cause health problems، يسبب أمراض، أمراض صحة، أمراض
عندنا سؤال القواعد أعزائي. هنا عندنا أول expectation، التوقع شنو راح يكون هنا توم كذا إلى آخره. I think he should، هنا شو تخلي he should pass، he should now well he should كن هو he should pass. الثاني طبعا هذه اللي شو اسمه بالنسبة للمكان، أوكي هذه ال عبارات الوصل، عبارات الوصلية راح تخلي لي where، أوكي تخلي لي where، تمام زين تخلي لي where هنا وين بالنص هنا راح تخلي لي where وتكمل. هنا عندك reported question، هذا الكلام المنقول هنا طبعا كذا 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 I asked me، هنا ايش راح نخليه if the red jacket was okay for me، okay زين. حسن thinks he كذا 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 إلى آخره. future المستقبل بال هذا يعني طبعا عنده استعجل بالهذي. would enjoy هتخلي لي بدال ال will enjoy would enjoy زين. somebody كذا كذا I passive sentence المبني للمجهول راح تخليها طبعا هاي somebody كذا إلى آخره. these books were left in the classroom زين. You are now in the regret in ندم راح تخلي لي I wish I had brought my camera. I wish I had brought، أتمنى لو أني جلبت الكاميرا مالتي. now pick هام طبعا هذه شو اسمه هاي الأفعال اللي المركبة اللي وياها pick him up، pick him up زين. tell هنا correct راح تصير told، tell راح تكون told زين. تاسعة هنا راح تكون imperative هنا أمر حتى تعطي شنو advice تعطي نصيحة. ايش راح تقول take some exercise every day زين. طيب if هنا كذا not by هنا correct العاشر هنا راح تصير wouldn't طبعا هي حاله شو اسمه wouldn't taken راح تصير بهالشكل هاي wouldn't have حاله ثالثه wouldn't have boat الباي راح يصير wouldn't have boat بدال هاي. هنا suggestion اقتراح نفس خلي let us meet كذا وتخليها نفسها there كذا هذه راح تكون هاي طبعا بالنسبه للused to راح تخليها واحد راح يكون used to be اوكي والثاني هاي knock راح تصير knocked تتعلق بالصحة. عندنا هذه بالنسبة للقواعد I don't think I cannot find طبعا الجواب هو much space لانه هذا يعني غير معدود. she is meeting تتعلق بالمستقبل she is meeting زين. A thief كذا هذه got into the house because they هنا ماضي طبعا راح يكون hadn't locked الجواب شنو hadn't locked. you mustn't smoke in the police station ما لازم انت تدخن بالبولي mustn't okay نهي. have you worked since منذ ان تخرجت we were very frightened هاي الصفات اللي تحدث عن الاشخاص تنتهي بإي. ننتقل اعزائي للصفحه الاخرى طبعا عندنا كلمات نخليهم بالفراغات ذني الاسقاطات. كابتن يوسف has been pilot كان كابتن يوسف pilot طيار. she's a medical student medical طالبه طب. many students take intensive language course intensive مكثف هذا كورس لغه مكثف. they all completely lived up with my expectations توقعاتي كانت توقعات use petrol gas for energy نستخدم قليل الطاقة. اوكي اذا هذه الكلمات خليناها 1 2 3 4 5 زين. يحافظ على minimum balance يحافظ على هذا الرصيد الادنى. charge a fee اوكي. open account يفتح حساب deposit يودع مبلغ make withdrawal يسوي سحب pay interest يدفع الفائدة زي هنا عندنا الفراغات usual unusual independent okay cheap cheaper violent more violent
hurt injured find out investigate اكتشف يحقق join in the leg ankle اوكي ممكن ني هم عادي اوكي computer كاي اختصارات years enroll enrollment just registration تسجيل زين عندنا هنا هسه الشعر story of swing قصة الأرجوحة تؤكد عن heart destroys everything تدمر كل شيء it leaves nothing but death and deprivation and destruction هاي طبعا تقود إلى لا شيء سوى الموت الدمار والحرمان لماذا المرأة في الكناري take the nail out ليش طلعت هذا البسمار because she want to think it was لم تستطع طبعا ليش لأنها يعني أرادت أن تعتقد وتظن أنه ما يزال هناك بالنسبة للطير The swing written طبعا شنو after job after بعد job after بعد الحرب ضد إسرائيل لماذا كاثرين بقيت مشهورة because her collection هاي مجموعة القصصية مالتها مال القصائد والshort stories القصص القصيرة عندما محمد خضير حقق يعني الشهرة مالته after publishing two short stories لما نشر ذن القصتين مالته The Swing الأرجوحة و Melodies on the String of ربابة هاي أنغام على وتر الربابة What did the women the canary used to لماذا اعتادت المرأة في الكناري أن تشاهد من النافذة She used to see people stop ناس يتوقفون في على البوابة يستمعون للكناري أوكي أعزائي وهذه الإنشاءات اللي موجودة طبعا Travel Magazine هذه Wonderful Holiday عطلة رائعة وعندك السجائر